يوم شهر كنحضروا في القافله ديال الملكيه الصناعيه ديال الابداع والابتكار اللي هو الطاقه ديال المغرب الاساسيه ديال البشر البشريه هو الطاقه ديالها اللي كاينه هي في الانسان لي كومبيتونس اللي كاينين دابا ديال الانسان اللي اعتنينا بينهم غنهزوا البلاد القدام ان شاء الله الرحمن الرحيم. هاد القافله هذه فريده من نوعها في الحقيقه ويصفق له بحراره يصفق لها بحراره كتقرب الشباب وحاملي المشاريع والناس المبدعين والمخترعين كتقربهم من الاداره المغربيه باش يحميو الابتكار ديالهم وبالتالي يكون سهل عليهم انهم يولجوا الاسواق ديال التصنيع ديال هذا الابتكار ديالهم وحتى على الصعيد الدولي انه باش كيبين الطاقات ديالو المغرب. الا جيتو تشوفوا على سبيل المثال شحال اختراع ديال المغاربه اللي هما استغلوهم دول اجنبيه اللي هي مشات فيهم بعيد اضعف الايمان نزبدوا عليها هذاك لا باتري دابا اللي كنستعملوها حنايا في التليفونات ديالنا وتنستعملوها في الاخر. اختراع مغربي تبارك الله ولقى صداع عالمي. ملي كتجي تتقلب كتلقى راسك بان راه كاين بزاف ديال الاختراعات في جل المجالات وداك الشيء. حنا الغرفه ديال التجاره والصناعه هي بمثابه ملتقى الطرق ما بين المستثمر المغربي دابا والمستثمر الاجنبي وما بين هاد الاختراعات هادو اللي كاينين هنايا. نحاولوا الى قلنا قدرنا نلقاو واحد 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 الاطار باش نجمعوا فيه هاد الجوج ديال الناس ما بيناتهم لان كنظن احسن اطار هو ديال غرفه التجاره حيت هي كتربريزونتي المنتسبين والصناع والتجار والحرفيين هو انهم يتجمعوا باش هذا اللي خاص هذاك كتلقى واحد عنده الفلوس ولكن ما عندوش الافكار واحد تلقى عنده الافكار وعنده الابتكارات ما عندوش غير الفلوس باش يستثمر. حنا كنحاولوا ان شاء الله نلقاو هاد ليكواسيون لا ديكواسيون ديال ما بين هذا وما بين هذا. وتنشكر الناس ديال لومبيك تبارك الله قاموا بهاد القافله هذه اللي خلاو فيها تبارك الله 23 مدينه ودازوا فيها 12 جهه. تعاود هاد السنه هذه تعاود تبقى هذه سنه حميده ومزيانه كتعرف حتى الانسان كتواصلوا ما بيناتهم وداك الشيء وكتعرف بالغرفه بانها كانت عندها واحد لونتين ديال لومبيك بان راها كدير العمل ديالها ديال لومبيك يوميا الى سمعتوا الاحصاءات اللي عطى الموظف ديالنا قال لك اكثر من 1000 يقول 1080 مرة العام اللي فات ديال التسجيلات اللي درتها لنا في الغرفه و 1080 راه مزيانه بالنسبه لنا حنايا راه سي اكسبر الله. دابا رجبنا الناس ديال لومبيك دابا اللي كانوا حاضرين راه الاخ هضر على ذوك العراقيل الاداريه اللي كتبع وهما غادي نكبوا على هذاك الشيء باش يحيدوها باش تحيد هذاك الشيء من عندهم فهمتيني باش يبدلوا الطريقه ديال التعامل مع التسجيلات ديال الاختراعات وداك الشيء باش يحاولوا يصلحوا ما امكن وينقصوا على الانسان شويه ديال الشيء ديال المصاريف ديال التسجيل ديال الاختراعات. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله الكريم بوريش ابراهيم عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط السادة القنيطرة رئيس لجنة التجارة المحلية. كنشكرو الموقع ديال ماب واللي استضفنا في هذا اللقاء هذا اللي كان اليوم واللي كان عبارة عن قافلة ديال الملكية الصناعية الإبداع والابتكار من أجل مستقبل مستدام والشعار ديال القافلة واللي بدار واحد اللقاء اليوم هنا مدينة القنيطرة بعد ما كانت هذه القافلة هذه جابت 12 جهة واللي كانت في 23 تقريبا محطة. هذه القافلة هذه جات باش تعطي واحد نظرية وتعطي واحد شرح كيفية حماية الإبداعات والابتكارات من خلال العلامات التجارية كذلك الرسوم والنماذج اللي ديال براءات الاختراع وكيفاش يتم تسجيلهم والطريقه ديال التسجيل ديالهم وكذلك بعض المكاتب اللي او كما تقولوا فروع ديال هاد
ديال هاد القافلة هذه أو هاد البرنامج هذا ديال الملكية الصناعية الإبداع والابتكار. احنا في مثال على سبيل المثال كاين هنا في مدينه القنيطره في ملحقه الغرفه كاين مكتب اللي كيستقبل الناس اللي كما قلت لكم بغاو يدخلوا في هاد الحمايه ديال هاد الخصوصيات ديالهم. كانت واحد شروحات في المستوى، كانوا تدخلات في المستوى، وكذلك كان هناك أسئلة أكثر إيجابية وأكثر هادفة من خلال الإخوان اللي أطروا هذا اللقاء، لا من جمعية المجتمع المدني، لا من الإخوان التجار، لا من الإخوان ديال الخدماتيين ولا ديال الصناعة. وكذلك كان هناك أساتذة جامعيين وكانوا مخترعين من أبناء مدينة القنيطرة واللي كتفتخر بهم مدينة القنيطرة، واللي كذلك زادوا خداو عدة نقاط ربما كانت غائبة أو نقاط اللي هي مستحدثة في هذا النظام هذا أو في هذا في هذا البرنامج هذا. على العموم من هذا المنبر كنشكر جميع الحضور الكرام وكان الكريم، وكنشكر كذلك المنابر الإعلامية اللي حضرت اليوم واللي واكبات واللي كنعتبرها من الحمد لله من خيرة المنابر الإعلامية على الصعيد مدينة القنيطرة، واللي كتخرج زعما المواضيع اللي هي ذات أهمية. كذلك احنا بالنسبة لنا كغرفة خدينا واحد التجربة مهمة جديدة، وكذلك خدينا أفكار جديدة واللي غتخلينا نشتغلوا عليهم عما قريب مع المنتسبين ديال الغرفة. وكما تنقولوا بالدارجة حلت لنا الشهية للشغال بناء على كما قلت لكم ذاك البرنامج الجديد التنموي الجديد، وبناء على السياسة المولوية ديال سيدنا الله ينصره اللي دائما يحث الممثلين ديال المواطنين داخل المؤسسات على الشغال والمواكبة على الهموم ديالهم والشغال على الهموم ديالهم، حتى يكون الهموم ديال المواطنين مع الهموم ديال المنتخبين في مركب واحد، وألا يكون هناك هموم مشتتة. هذه هي الرسالة. إن شاء الله تعالى مستقبلا غادي نحط واحد برنامج داخل الغرفة واللي غنشتغلوا عليه، واللي إن شاء الله راه غادي تكونوا من الأوائل اللي غيطالعوا عليه واللي غادي يبقوا يحضروا في هذا الشيء إن شاء الله. وشكرا. يقول محمد أستاذ جامعي باحث في جامعة ابن طفيل كلية العلوم ومكلف بلا كوبيراسيون، جيت اليوم لغرفة التجارة في قنيطرة بدعوة من الغرفة ومن المكتب المغربي للملكية الفكرية لهذا اليوم اللي تنظمت فيه قافلة الملكية الصناعية والإبداعية والإبداع والابتكار. وصراحة تلاقينا تلا من المقاولين الشباب ومن المسؤولين، وكان يوم عنده أهمية كبيرة لأنه كانت أفكار لا من جهة المختصين ولا من جهة المقاولين، وكان أنا بصفتي أستاذ باحث وأيضا مستشار في الملكية الفكرية وبراءة الاختراع في إطار واحد البروجي سميته بروبونو تنواكبوا فيه المخترعين الشباب اللي عندهم أفكار ديال افكار ديال دي بروفي دانفونسيون تنواكبوهم يعني. وكانت كان هذا جزء من المداخله ديالي، وانني عرضت الخدمات ديالي اللي تنديروها دي فاسون غراتويت للشباب اللي حاملين الافكار في افكار براءة الاختراع. السلام عليكم. عياش عبد الله، مخترع ابن مدينه القنيطره، مخترع مغربي حاصل مجموعه من جوائز الوطنيه والدوليه بتركيا، وكان اخرها طبعا الحال بكوريا الجنوبيه بجائزه احسن اختراع، وكان جوائز ذهبيه بتركيا، وكانت شواهد تقديريه من طرف رئيس الفيدراليه الدوليه لجمعيه المخترعين للمقر ديالها في جنيف سويسرا. والحمد لله اليوم كنحضر هذا اللقاء القافله ديال اللي تحت اشراف غرفه الصناعه والتجاره والخدمات مدينه القنيطره بشراكه مع الاولمبيك المكتب المغربي للملكيه الصناعيه والتجاريه ومجموعه من المؤسسات الاخرى، اللي صراحه كنشكرهم كاملين على هذا اليوم هذا وعلى هذه الزياره ديالهم لمدينه القنيطره، اللي صراحه عطاو واحد الاضافه لساكنه مدينه القنيطره وخاصه الناس اللي مهتمين بميدان الاختراع والابتكار والتسجيل ديال لي مارك وما الى غير ذلك. اذا فانا جد سعيد بالحضور ديالي اليوم، وكيف ما كنقول دائما اي مبادره اللي من شانها ان ترفع
من القيمه ديال المدينه قنيطره، من القيمه ديال البلاد اللي تحسن الصوره ديال البلاد ديالنا المغرب، فاكيد غادي نكون حاضر فيها. ونداء لجميع الشباب كنقول لهم مرحبا بكم، اللي خصاتو شي حاجه اللي كنعرفها راه غادي نوصلها للناس الاخرين. وشكرا جزيلا لكم. رئيس المجلس الاقليمي بالقنيطره، هذا اللقاء هذا مثل واحد القافله، قافله الملكيه الصناعيه والابداع والابتكار، واللي كانت ما بين 26 و 28 يونيو. اليوم تم يعني تمت الوصول الى نقطه القنيطره، والهدف ديالها سامي، هو هدف راقي اللي خصها تنفتح على جميع جمعيات المجتمع المدني وجميع يعني المبتكرين والمبدعين. الهدف ديالها هو تحفيز الروح الإبداعية والابتكار، كذلك تعريف بأدوات الملكية الصناعية للعموم، وكذلك تحديد الأفكار والمشاريع المبتكرة الناشئة من طرف يعني جمعيات أو لا تعاونيات أو من له يعني في هذا الاختصاص هذا. مواكبة كذلك رواد الأعمال والمشاريع، واللي أهم هو حماية الاختراعات والابتكارات والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية. إذن كان هذا كله الهدف من هذه القافلة، واللي تقريبا دارت على 11 يعني الجهة، وبقات هذه الجهه ديال جهه الرباط لا القنيطره. اذا تنتمنوا لها التوفيق، وتنتمنوا ان هذه الحمله تحسيسيه طول جميع المبتكرين وجميع المبدعين. شكرا. السلام عليكم، كانت معكم حفصه عناب مسيره تعاونيات بيو لايف لتتمين النفايات العضويه في مواد تجميليه طبيه ومكملات غذائيه، دكتوره باحثه في مجال فيزياء كيمياء المواد والبيئه، ومستشارة بمكتب استشارات بيو لايف كونسلتين لمواكبة وتأطير حاملي المشاريع الخضراء أو للمشاريع البيئية. كان اليوم تنظم لقاء بغرفة الصناعة والتجارة بمدينة القنيطرة، خدمات بمدينة القنيطرة، حول الأولمبيك أو الملكية الصناعية والتجارية. صراحة كانت هذه مبادرة أول مرة نحضر لها أنا في قنيطرة، وفرحنا بزاف، ويعني كانت هذه قافلة، ربما هذه آخر محطة لها كانت هي مدينة القنيطرة. كان يعني واحد اللقاء جد جد متميز، وحنا فعلا يعني بكل صدق حنا بحاجه ماسه لمثل هذه اللقاءات، خصوصا في هذا الوقت الحالي، لان مثلا التسجيل ديال الماركه كيف ما كنعرفوا يعني اي مقاول، سواء كان مقاول ذاتي، كانت مقاوله صغيره متوسطه او كبيره او لا تعاونيه، فهي اليوم مطالبه وليست مخيره، اليوم مطالبه باش انها تسجل يعني الماركه التجاريه ديالها. من واحد الناحيه كتحبي راسها، ومن ناحيه اخرى يعني حتى بالنسبه للمساطر للحصول على الرخص، فاحنا اليوم مطالبين في التشيك ليست باش اننا يكون عندنا الاولمبيك ديالنا. يعني كان حضور ديال الاطر وكفاءات اللي صراحه اول مره نتفاجئوا بهم بانهم كاينين في المدينه. ربما كان مشكل في التواصل، كذلك حتى الحضور تمنيت انه يكون حضور يعني اكبر، غير كان ربما الاخبار ما كانش يعني على واحد المده اللي هي مريحه، مده زمنيه مريحه. نتمنوا ان شاء الله تكون هذه غير فقط نقطه البدايه، انه ان شاء الله تكون هذه بدايه انعقاد ديال لقاءات وموائد مستديره ان شاء الله مستقبلا، ويحضروا فيها تعاونيات، ويحضروا مقاولات، ويحضروا كذلك ناس مهنيين، نبسطوا المفاهيم اكثر، وكل شيء يعرف بان هذا راه اصبح يعني اليوم واحد كما تيقولون جالزه دم ماست هاف، يعني الماركه او لا يعني التسجيل يعني الماركه التجاريه ديالك ولا شي حاجه اللي هي ضروره. وكذلك كان واحد القافله هنايا ديال، كانت زياره واحد القافله اللي هي متنقله، جابوها مع واحد الكارافان اللي فيه لي ديتاي، فيه يعني التعريف اكثر بالخدمات اللي كتقدم الاولمبيك، فيه كذلك ان الناس كاينين المقاولين اللي هنا حطوا الطلبات ديالهم باش يحصلوا على يعني على الترخيص او لا يحصلوا على الموافقه بالتسجيل ديال الماركه التجاريه ديالهم. كنتمنى ان شاء الله تكون هذه هي البدايه، وينعقدوا لقاءات اخرى ان شاء الله، ويكون حضور اكثر ومكثف ان شاء الله تعالى. شكرا.
الوغ بالنسبه للتعاونيه ديالي فهي تعاونيه كتشتغل في تثمين النفايات العضويه، وبالخصوص صراحه في الاول بدينا على نفايات زيت الزيتون بالدرجه الاولى. كيفاش جات الفكره ديال المشروع؟ جات الفكره ديال المشروع بانه كان هو سوجي دو تيست ديالي، ان الدكتوره ديالي درتها بشراكه ما بين جامعه بنو طفيل وجامعه خيرونا باسبانيا في تثمين نفايات زيت الزيتون. ملي كنهضروا على نفايات زيت الزيتون فحنا كنهضروا على مرجان وفيتور، يعني نفايات صلبه وسائله. كيف ما كتعرفوا ديجا المغرب راه كيحت مراكز الصداره في انتاج الزيتون وزيت الزيتون، يعني حنا الحمد لله هاد السنه راحنا السادسين عالميا. ملي تنقولوا انتاج كبير فكيوازيه في نفس الوقت انتاج ضخم ديال النفايات، يعني المشكل فعلا متفاقم هنا، والمغرب كيعاني يعني بشكل كبير من النفايات ديال زيت الزيتون. فقط غير هذا العام تسدات تقريبا علينا 27 معصره غير فقط في لا ريجيون ديال تاونات، يعني معاصر اللي ما كتحترمش المعايير البيئيه. كان هذا هو سوجي دو تيست ديالي، شاركنا يعني درنا كانوا ابحاث وكانوا نتائج الحمد لله اللي شاركنا بها في مؤتمرات عالميه، يعني مجلات علميه عالميه كذلك. من بعد فكرت باش انني هذاك الشيء ما يبقاش حبر على ورق، يعني باش انه يهبط للارض الواقع. من بعد لا سوتونس ديالي اسست تعاونيه، بدينا كنشتغلوا هي تعاونيه نسائيه 100%. حنا دابا الحمد لله خمسه بينا، خمسه العضوات، كنخدموا بمرجان وبفيتور، ويعني وتعدينا المساله اننا دابا الحمد لله كنخدموا بجميع النفايات العضويه. عندنا دي كونفونسيون مع دي زوتيل مع دي غوستورون، كناخذوا التخت ديال القهوه، تناخذوا لي طوختو ديال الناس التعاونيه اللي كيعصروا الزيت، هذوك لي طوختو ديال اللي كيبقاو ديال الارغان ديال زريع الكتان ديال واحد المجموعه ديال الحبوب، حتى هما كذلك كنستعملوهم. يعني هو تدوير لنفايات عضويه وماشي في مواد اللي هي عاديه، فهي مواد اللي هي طبيه وعندنا ترخيص ديال وزاره الصحة. فالحمد لله التعاونية اليوم مرخصة من طرف وزارة الصحة لإنتاج وتصدير هذه المواد هادو، ويعني ما توقفناش هنا، فاحنا دزنا باش اننا نبارطاجيو هاد لو سافوار فيغ. يعني اليوم الحمد لله راحنا اسسنا مكتب استشارات ديال المواكبه ديال حاملي المقاولات الخضراء. اليوم حنا يعني كننقلوا التجربه ديالنا، تنحاولوا نواكبوا كذلك المقاولين اللي كيخدموا في هذا المجال بالضبط، كيفاش انهم ما يستنزفوش، يعني ما يكونش استنزاف ديال الثروات الطبيعيه، يخدموا بالنفايات ويحاولوا يجبدوا منها هذاك لي بيانفي ديالها اللي يقدر ينفعهم في الانتاج ديال هاد المواد، وكذلك في تسهيل المساطر للحصول على الرخص، سواء رخص ديال لونسا او رخص ديال لا دي ام بي ديال وزاره الصحه.